مساء النور، مساء الخير مشاهدي قناة الشوف تي في. مرحبا بكم مباشرة مع أختكم نادية من مدينة خريبكة في موضوع مهم. كنتمنى أنكم تبارطاجيوه خوتي، باش هذا موضوع للعبرة، وموضوع باش نقولوا ستوب للنصابة، ستوب لهاد الناس اللي كيستغلوا الحالات الإنسانية وكينصبوا عليهم بطرق جهنمية. كان لازم انني نتطرق لهذا الموضوع، وكنعتذر لخوتنا اللي كيتسناو البرنامج اللي كنديرو دائما في هذا الوقت، ولكن هذا موضوع مهم باش نستافدو منه جميع. فكنتمنى ان تدخلوا وتبارطاجيوه باش تعم الفائده، لان كيضرنا خاطرنا اللي كيجينا اتصال وتيقول لك تنصب عليا، تيضرنا خاطرنا ملي هاد النصابة هادو واخدين راحتهم، والهم الوحيد ديالهم والخدمة ديالهم هو ملي نوضو الصباح وما حاضين قناة الشوف تي في، فين ما دارت شي حالة اجتماعية وحالة انسانية كيتصلوا بها وياكلوا ليها دماغها وياخذوا ليهم سكن رزقهم، اما الناس ساعدوهم على لقمة العيش وحيدوا لهم هذاك الرزيق، اما كيدفعوا بهم يمشيوا يتسلفوا ويتكلفوا. علاش؟ حيت داروا لهم غسيل الدماغ باش يصيفطوا لهم الفلوس، تياخذوها بدم بارد، كياخذوا هذوك الفلوس بدم بارد، ما في قلبهم لا رحمه ولا شفقه، عديم الضمير. هاد الناس ما عندهمش ضمير نهائيا. فالله يجازيكم بخير، كنتمنى انكم تبارطاجيو هاد المباشر. اي واحد دخل لهاد اللايف يبارطاجيه، بغينا تعم الفائده، بغينا كاع الناس يعيقوا، واللي تعرض لشي عمليه نصب يحاول انه يتواصل معنا ويتشارك معنا التجربه ديالو ويقول لنا شنو دار، لان اللي بقى فيا انا دابا واللي خلاني انني نتطرق لهاد الموضوع هو ان الناس تعرضوا للنصب وما تيديروش شكايات. يعني حتى هاد الناس مساعدينهم بطريقة غير مباشرة باش انهم يزيدوا يستمروا في النصب على عباد الله. اذا كنجدد الترحاب بكل متتبعي قناة شوف تيفي، تنقول لكم مرحبا بكم فين ما كنتو، مرحبا بخوتنا الجالية، مرحبا بكاع اللي كيتابعنا في هاد المباشر. غادي نحاول نعطيكم بعض الحالات. رشيد بن يوسف تيقول الصراحه النصابه واللصوص خاص يتقطعوا لهم الصبعان باش يبقاو عبره. فعلا اخي رشيد، راه كاين قانون، ولكن راه المشكل اللي كاين حتى الوعي عاود عند بعض الناس راه ما كاينش. اسيتي كلالك دماغك، لعب عليك، راه كيتسنى نصاب صافي، راه عنده الطرق ديالو، عنده الحيل ديالو باش غادي يتمكن من انه يدي لك رزقك، دالك رزقك يوا تسكت. علاش؟ وكما قلت راك مساهم بطريقه غير مباشره باش كتصفق ليه وكتقول له استمر استمر، وضحكوا على خوتنا وعلى الناس الضعفاء والناس اللي ما عندهمش، زيدوا كلهم في رزقهم. هذا برنامج مهم خوتي، الله يرحم لكم الوالدين، الحاضر يعلم الغيب. تصوروا معنا دابا هذاك الشخص او ديك الاسره او هذيك ملي كيتصل مثلا بقناه شوف تيفي باش انه يدير نداء، يوصل المعاناه ديالو ويطلب مساعده من القلوب الرحيمه، وكيجي واحد او وحده كيتصل بهم، هذه واحد المجموعه كدور صافي يخدوا واحد نفس الاسلوب، لان انا دابا كلشي تيعاود ليا وتيعاود ليا بنفس الاسلوب، ويتصلوا بهم تيشوفوا ديك النقطه. الاغلبيه تيمشيو لهذوك الناس اللي محتاجين السكن، اللي ما عندهاش باش تخلص الكرة، اللي عاطيها غير شي حد فاش تسكن وعلمها باش تخرج، اللي ساكنه في براكه، اللي يعني الاغلبيه تيمشيو لهاد الحالات، كيمشيو لديك نقطه الضعف ديال الواحد.
كلي كيصوروا ليه دار زوينه ويقولوا له هنيئا لك، شي محسنين راه شراو لك الدار وهادي وهادي، ولكن راه خاصك باش نقصوا عليك بعض المصاريف وكذا خاصك تصيفط القد والقد واحد المبلغ باش نسلموك الشيك ديالك ولا السكن ديالك. ناخذ اول اتصال. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ديال اختي نادية لاباس عليك؟ شي مزيان؟ الحمد لله خويا، بارك الله فيك. رمضان مبارك كريم علينا وعليكم. عليكم باش ما تمنيتي حياتك يا ربي. امين علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين يا رب. مرحبا بك اخي، ومنين كتابعنا؟ معك عبد الغني اختي، كتابعك من الخريطه. اهلا 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 عبد الغني، فين غبرتي علينا عبد الغني؟ اختي انت اللي غابره علينا. بالعكس انا ديما معاكم. الله يحفظك الله يكثر فيك. مرحبا بك خويا، شنو رايك في موضوع اليوم؟ حيت الموضوع اليوم ان غنطرق واحد الموضوع تيجيني، سمعت هاد شفت هاد اللايف ديالك اختي وشفت العنوان. نعم صح، هي بالي واحد الحاله ديجا كنت درتيها، كنت درتني سواليد بولا نوار. اييه برافو اخي، ذكرنا بهاد الحاله عبد الغني. انه كان الدري كيستعطف الناس مسكين، كان عند واحد الحاله يفتى لها مسكين، ما عندوش فين ينعس، ما عنده حتى شي حاجه، كان عنده شي مشكل ما يقدرش نقول لك المشاكل اللي كان عنده، لان باش ما تكملش تيدير تشير. لا عادي، كان 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 هو راه قالها في المباشر، كان مسكين ساكن مع والديه، وقع مشكل، خرج هو والزوجه ديالو وبنيته، واحد السيد عطاه واحد البيت، ولكن قال له راه نعطيها لك غير سيمانه، يعني استغلوا بان ما عندوش سكن. اختي ناديه دابا غنمشي نوصل بالموضوع. هو السيد اللي كان كان جمع واحد المساعدات مع النادي واحد 5000 درهم، فرطوا فيه. عبد الغني عبد الغني اسمح لي، ياك ما داير واش داير الكيت؟ مرحبا دابا مزيان. هاكاك حيد خويا الكيت الله يحفظك. اها مرحبا. قلت لك استغل جمع واحد القرض ديال المال، جاو شي وحدين وهموا بانهم خدامين في العماله، قالوا لي غنعطوك اختار نعطوك دار تكون ديالك ديفينيتيفمون، ولا نعطوك دار تكون تبنيها وهذي، ولكن خاصك تعطي واحد القدر ديال المال. نعم، هادوك هادوك الناس باش يزيدوا يطمنوه قالوا له حنا هاد الاتصال تيجيك من العماله، هنيئا لك جاك السكن. هذا هو النوع ديال الاستغلال ديال النص. حنا بحال كنفتحوا كنشوف واحد الحاله انسانيه مسكينه ما عندهاش، كتجي واحد بدل المساعده، كتحطوا الرقم ديال التليفون، كيجي وكيقولوا ليه حنا راه غنساعدوك، حنا غنديروا لك غنفعلوا لك، ولا كاين شي وحدين كيمشيو كيلقوا المساعدات. بحال واحد الحاله ديال شو زين فيها، على ما اظن في كازا، واحد المراه طاح عليها شي فلوس قدام السبيطار وعاونوها المحسنين، ولكن هذيك راه بحال كتقولوا ليها ها هما كيلقوا ليها الفلوس سيروا سرقوها. هنا إلا كانت شي حالة أختي نادية هذا نداء، إلا كانت شي حالة أختي ناس باغيين يعاونوهم، يا ريت يدا الكونت كونت بونكير، واللي يبغي يدير الخير راه كيحط في هذاك الكونت، ما كتكونش مساعدة على اتصال على واحد الرقم، راه كاين اللي كيستغل كيصفر التليفون كيصفر هادي وكيبقى يتقاتل هما كيوهم. اي خويا راه حنا الوالده ديالي اللي بغيت توقفوا معاها، ولا الاخ ديالي اللي بغيت توقفوا معاه، عرفت لي خويا في هذا الرقم هذا بعد اسمه هذا الكنيه يعني. نعم هنايا انا شحال هادي انا ما شفتش وليد من مورا، ما عاودت معاه المباشر فاش تنصب عليه، ولكن اللي عجبني وليد راه دار شكايه، ما عرفتش واش شنو داروا معاه، واش تحركات ديك الشكايه، واش توصلوا لهذا النصاب ولا لا، بعدا هو دار شكايه. ما يا اختي ناديه، هنا غن هنا غن غنقول لك كان عليكم تبعوا القضيه. نعم لانكم في مقطع طرف فيها. مرحبا. فعلا عندك الحق، وانا غدا ان شاء الله غادي نربط به الاتصال نشوف فين وصلت الشكايه ديالو، شنو دار، واش عيطوا ليه، واش هذا، لان كانت عنده جميع الادله، سهل باش غيتشد. لان صراحه الميل هذا كما كانش اللي خاص يتكتب عليه، خاصكم تبعوا القضيه ديالكم من أ حتى زاد. نعم مش عارفوا شنو فيها. ثاني حاجه كاين واحد النص بكل طريقه اخرى. ها فيدنا. كاين في واحد المواقع اللي كيديروا رياضه عندهم قنوات. اها. وكيكلاشوا بعضياتهم وكيتفقوا مع بعضياتهم. اها. انا غادي في كلاشي كنعيا لك ونقول لك وندير لك ونفعل لك، ولا اختي تقول لي غندير لك ونعيا لك ونفعل لك. اه وي. كيديروا كلاشين بعضياتهم. نعم. بحال بعض القنوات كاين دابا اللي كيديرين ضجه ديال هشام اللولين، ندى حسين، نزار الصيطي. نعم. الشكوحه. نعم. كيبداو كلاشيو بعضياتهم باش يطلعوا لك البطل. وانا دا حسي راه جاتكم من الاخر قالت لك تتستحمر الشعب. هذاك الشيء غير كذوب ثاني.
لان جا واحد المستجد اخر جات بغات تحتل مع نزار ومشات عنده تركازا وما ما كاينش كازا. شتي شتي بصراحة 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 باش نجيك انا صريحة اقسم بالله ما متبع ذاك الموضوع ولا كنتفرج فيه ولا كنشوف. لا بالعكس هادو هما اللي خاص يتحاربوا حتى هما لان هنا كيصحبوا الشعب. نعم فهمتيني اختي نادية، هنا هنا كيصحبوا الشعب خاص هذا هي الطرق ديال النصب هذه. وهنايا هنايا هنايا شوف هي خرجت واعترفت لكم وقالت لكم انا كنستحمروا حنايا الشعب، هنا كيبقى القرار ديال الشعب. هي قالت لكم شنو دارت لكم، اذا نتوما قرروا حتى نتوما شنو ديروا معاها. هذا 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 نداء للشعب، لان لان بزاف ديال الناس كيلقيو اللوم. سامي يبقى غادي يتفرج في هذاك الشيء كاع، لان ما كاينش شي استفاده نهائيا. وما كاينش استفاده، المشكل المشكل في المتتبع، المتتبع هو اللي طلع ليهم المشاهده ديالهم. يعني احنا بلاتي نعطيك انا مثال اخويا 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 عبد الغني، انا نعطيك دابا مثال. احنا دابا دايرين مباشر مهم هذا ولا ماشي مهم؟ مهم، ولكن عرفتي شحال فيه دابا هاد المشاهده؟ 229 الحمد لله، 229. ولكن ملي كتكون كتكون ندى حسي ويكون نزار ويكون ويكون في شحال كتوصل المشاهده؟ ورا مليون قولي لا. اوكي اذا فين كاين المشكل؟ واش في قناه شوف تي في ولا في المتتبع؟ لا نقول لك ثاني كاين واحد المشكل، اسمحي لي انا كنحترمك وانا على ما اظن في التعليق ديالي نعتك احترام متبادل خويا الله يخطيك. وصفتك بواحد وليت كنقول لك تحيه للناس ميدلس، وانا اصفكم من هذه اللحظه بعين الصقر. الله يخطيك، سميت هي التعليق ديالي اللي كنقول لك عين الفقر، لانك كتكوني في الحدث في اي لحظه. انا اللي بغيت نقول لك اختي ناديه، لا القناه ديال شوف تي في عندها دور كبير بزاف في التشهير ديال هاد الناس، لان ديما متبعينهم وديما عندهم في الدار بزاف الاعلام تا هو عنده دور كبير. هنا لا اوافقك الراي اخي، والله الى المتتبع هو اللي كيختار اشنو 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 باغي يدير. انا نعطيك مثال، عرفتي دابا حنا شحال من مراسل كاين، وكل واحد والتوجه ديالو، كل واحد والبرنامج اللي كيديرو، كل واحد والقضيه اللي كيتطرق ليها، يعني والمتتبع كيختار. اقسم بالله الى يوميا واحد الوقت ملي كان نزار في اكادير الى يوميا شوف تي في عنده. شوف تي في راه قناه، شوف تي في راه قناه غادي تمشي عند نزار وغتمشي عند المحتاج وغتمشي عند المقهور وغتمشي عند اي واحد. انا الراي ديالي والراي ديالي يحترم على ما اظن اكيد. انا واش يوميا نمشي عنده في نفس الموضوع؟ حيت راه كاين ديما عندهم الجديد كيوافيكم به. الجديد التمثيليه، الجديد اللي كيوافينا به راه غير هو انه غير كيخلقوا هما الحدث. اي ولكن راه المتتبع باغي داك يتبعوا معاهم داك الحدث، راه المشكل اخي الا جلسنا دائما والله تنقولها دائما. اذا نثبت المشاهده ملي كتطلع عندهم. يعني المتتبع بغى داك الشيء. لا اذا شفتي فيه غير داك الاشعار. نو. هنا مازال وكنكررها، شوف تي في كتطرق لجميع المواضيع، كتجيب لك طبيب، كتجيب لك محامي، كتجيب لك حالة اجتماعية، كتجيب لك صرخة مواطن، كتجيب لك موضوع للنقاش. فأنت كمتتبع ملي كتدخل لقناة شوف تي في كتلقى فيها كل شيء، أنت كتختار أشمن مباشر غادي تتبع ولا أشمن برنامج غادي تتبع. المتتبع تيمشي بزاف لهذاك الشيء كيتفرج ليه. انا قلت لك انا دابا دايره برنامج انا تنعتبره جد مهم، عندي فيه المشاهده دابا واصله 207. وكما كنجيب جد مهم انا ما غندخلش وغنطرق هذا الموضوع هذا، وانا كنقول لك ديما احتراماتي لك لانك كتحط واحد المواضيع زوينين وكتشوف واحد الحالات حالات انسانيه زوينين بزاف بزاف بزاف، وانا كنشكرك ديما في هاد الله يخطيك اخويا عبد الغني. وانا كنقول لك دائما اختي نشوف تي خبر من لا خبر له. ديال اختكم كتطرق الحدث ديالو من الاوائل ديالو كتكونوا سباقين، وراه كنقولها ديما انا من بيعتكم كتبقاو سهرانين ومن الصباح وصلت سفره مدان وثم وقت الافطار كتبقى لي غير خمس دقائق ولا شي حاجه وثم
طلقوا واحد المباشر اخر وجواني واني هذه خاصه لكم القبعه والحن اليكم رجالا وتقديرا وكنقول لكم شكرا شكرا بزاف بزاف بزاف. شكرا لكم اخي ديال الله يسهل عليكم. امين. وكنتمنى ما نكونش ثقيل في البرنامج ديالك. بالعكس بالعكس الله يكبر بك عبد الغني من بولا نوار. تنحييك انت ديما حاضر معنا في تعاليق اتصالات، توحشناك والصراحه ما كرهتش شحال هذه ما شفتك مباشره. غبرك رمضان ولا شنو؟ انت اللي غبرتي. اختك ديما كل مره في كتكون بحال اليوم، راه كنت من الصباح من 10 ديال الصباح وانا في الفقي بن صالح ما جيت حتى بقى المغرب شي ربع ساعه. انا قلت لك اختي كيبقى المغرب وهذيك تبقى على برا وادي، ومره اخرى تحياتي وسلامي الحار الوالده والبنيات والسي جمال في المنبر هذا. الله يكبر بك اخويا، شكرا لك لهلا اختك. الله يسهل عليك وسلم لي على الوالده وعواشر مبروك اخويا. الله يسخر لك. بارك الله فيك خويا، شكرا شكرا بزاف. تحياتي تحياتي. كنشكرك عبد الغني وتنشكر كل متتبعي قناه شوف تيفي، وكنتمنى انكم تفهموا القصد ديالي. فكما قلنا قناه شوف تيفي كتطرق لجميع المواضيع والمتتبع هو اللي كيختار. ما نلوموش القناه، القناه راه ديالكم، القناه راه قناه الشعب. قناه شوف تيفي كتحاول ترضي الكل، كتحاول دير لكم جميع المواضيع. تصوروا معايا ملي كتدخلوا للقناه كتلقاو خطبه الجمعه، كتلقاو الاذان، كتلقاو طبيب كيعطي نصائح، كتلقاو محامي كيهضر في القانون، كتلقاو صرخه مواطن، شي مواطن تعرض للنصب، كتلقاو مواطن تعرض للحقره، كتلقاو حاله اجتماعيه محتاجه المساعده، كتلقاو يعني ما نقدروش ننكروا بان جميع المواضيع. كتلقاو بعض كتلقاو شي مواضيع اللي بعض الناس كيعتبروها تفاهه وهذا، يعني جميع المواضيع نقدر انا داك الموضوع كنشوفه تافه ولكن واحد اخر كيشوفه مهم. تقدر كندير انا واحد الموضوع ما يعجبكش ولكن راه تدخل عند الاخر تلقى موضوع عاجبك، لان من باش نرضيو جميع الاذواق وجميع يعني اذواق المتتبعين كنديروا جميع المواضيع. فانت اخي المتتبع، انت اختي المتتبعه، لك الاختيار ولك الاختيار. اختار الموضوع اللي بغيتي اختاره، فما نلوموش قناه شوف تيفي. انا مثلا تنشوف موضوع اليوم موضوع مهم، تمنيت تكون فيه المشاهده طالعه، والله تمنيت دايره هذا المباشر وكل امل ان المشاهده تكون فيه طالعه باش تعم الفائده، ونصحوا بعضياتنا ونتشاركوا التجربه. والا تعرض شي واحد لعمليه نصب يشاركنا التجربه ديالو باش نستفدوا منها، ولكن للاسف المشاهدة ضعيفة جدا. فما تلوموش قناة شوف تيفي، يعني وكان جابت موضوع آخر لهذاك اللي البعض كيعتبروا تفاهة غلقوا المشاهدة طالعة مزيان. نرجعوا لموضوعنا خوتي، الله يحفظكم لينا من كل أذى ومن كل شر. ف نعطي من تجربه اللي كيما قال خويا عبد الغني اللي اتصل بينا دابا، هو من بولا نوار، هو كيعرف السيد اللي من بولا نوار وليد. هاد السيد تا هو نصبوا عليه وجاو وقالوا له حنا من العماله وغنشريو لك الدار وهادي وهادي، ودابا الملف ديالك موجود كامل ها هو قدامنا. العماله شافتك بانك ساكن غير في البراكه وصافي، ووفرنا لك دابا ابارتومون. دابا خاصك تصيفط لينا واحد 5000 درهم لاجراءات ديال الوريقات. وليد عاونه الناس باش يمشي يكري، ولكن وليد فرح باش غادي تكون عنده دار في الملك ديالو، خصوصا ان الاتصال على حسب يعني المتصل قال لي انني من العماله، اكيد غادي تفرح. وانت كنتي كتطلب غير يعاونك شي حد تكري، وكتجيك العماله كتتصل بك وتقول لك راه شريت لك دار، ومني وجبد حتى انا، حتى انا غادي نفرح، ولكن نخدم عقلي. نفرح ايه، نستبشر خير ايه، ولكن في نفس الوقت نعيق. ما يمكنش انا نصيفط الفلوس غير هكا كيك العماله، والعماله غير في خريب كابين بولا نوار، والعماله 5 كيلومتر. قول اخويا انا غادي نجي لعندك باش ملي نسلمك الفلوس تعطيني شي وثائق اللي كتثبت انني راه سلمتك الفلوس على اساس الدار، غتعطيوني دار. ماشي مشكل، داروا له غسيل الدماغ. حنا هادشي ما نقدروش، لان باش تكون نصاب خصك تكون بعدا عندك الدهاء،
هذاك راه ماشي ذكاء، يعني خاصك تكون عارف كيفاش دير لي الغسل للدماغ وكيفاش تبين لي راسك بانك انت ملاك، وحاشا باش تكونوا ملائكه يا نصاب، حاشا باش تكونوا ملائكه. الله ياخذ فيكم الحق، رزيتوا عباد الله فرزقهم حتى اللي ما عندوش مشى تسلف. مشى وليد، من انا كنعاود لكم على القصه وليد ونعاود لكم كاع القصص اللي مشى وليد عاونوا الناس ماشي تسلف، هز واحد 5000 درهم، هي النيت اللي كان شد في ذاك الاول، مشى تيجري صفط عليهم، صفطها بالاسم، كاين رقم الهاتف والاسم لمن صفط. جا عند واحد الصديق ديالو قالها ليه، صافي ملي كتسالي كتعطيهم الفلوس وداكشي صافي كيحيدوا ديك النمره، ما كيبقاوش يتواصلوا معاك ولا يعقلوا عليك. مشى دار شكايه عبد الغني، عنده الحق، انا خاصني نعيط ليه نقول له فين وصلت الشكايه ديالك، نشوف واش النيابه العامه تفاعلت مع الشكايه ديالو ولا حتى النيابه العامه ما تحركاتش. الا ما تحركاتش النيابه العامه، اذا حنا كنقولوا للنصابه زيدوا زيدوا في العمل ديالكم، راه ما عليكم قانون، ها اللي بغى ينصب ينصب مادام كاين الاسم الكامل باش تحولوا الفلوس في وفاكاش، الا ان سهل علينا باش نشدوا هاد النصاب او هاد النصابه، وخصوصا الاغلبيه الاغلبيه كيتصل بك راجل وكيدوز لك وحده، الفلوس كيتصفطوا بالاسم ديال المراه دائما. هادو كاع الضحايا اللي تعرضوا للنصب وكنعرفوهم حنا ودوزناهم في قناه شوف تيفي، كلهم كيصيفطوا الفلوس باسم مراه، كيتصل راجل وكيقول لها غندوز لك النوطيره، النوطيره يعني شافه النصابه هذه، ايوا كتجيك بواحد الايمان، وهي اللي كتولي تعطيك الدروس في الدين والدروس في الحياه، كتجيك بصفه ملك كتولي تقول لك ردي بالك وما تعلميش، وكلهم كيحضروهم ما يعلموش ناديه، اي حاله دوزتها غير ملي يقول لك ما تعلمش ناديه عيق، يعني عاد تجي ناديه غادي تفضحوا، غير ملي يقول لك صيفط لي الفلوس وما تعلمش ناديه صافي عيق. بحال الحالة ديال البارح، اتصلوا بها صفطت لهم 15000 ريال، والله ما عندها ونحلف عليها، انا نحلف عليها لان مشيت الفطور ما عندهاش، جمعية رجاء الخير اللي جابت ليها قفة و200 درهم من بعد ما درنا حنا المباشر، ما عندهاش حتى باش تفطر هي وليداتها وراجلها طاريح الفراش، ومشات فرحات حتى هي حيت قالوا لها الدار، قالوا لها راه شوفي، قالت لها راه واحد المحسنه راه حطت لينا الشيك بالاسم ديالك غادي نشريو لك الدار، ودابا حنايا راه في مراكش واش ممكن تجي عندنا لمراكش، قالت لها ها نجي غير قولوا لي فين، وهي تقول لها عاودوا قطعات وعاودت عيطت لها وهي تقول لها عرفتي اش غديري، حنا غادي نقصوا عليك بزاف ديال المصاريف ودي الاجراءات، صيفطي لنا واحد 15000 ريال وحنا نتكلفوا لك بكل شيء حتى نصيفطوا لك الشيك ديالك. وعاود صورت لي واحد لا ماشينا لا في يمكن وما عرفتش شنو داك الشيء اخر صورت، ولا قالت لها حتى هادو ان شاء الله نهار غادي نسلمهم لك مع الشيك، وملي تمشي تشري الدار دي بالك، وعندك تشري لابارتمون تكون مشقوقه، نبهتها من بزاف ديال الحوايج، عطات لها شي نصائح اللي تعطيك الام ديالك اللي يحبك هو اللي يعطيك دوك النصائح، وفي الاخر دات لها 15000 ريال، ما عندهاش مسلفاها فرحات، واش انا غادي نعطي غير 15000 ريال وغادي يجيني شيك فيه الملايين، وقالت ليها ونقولها لاختي ناديه وهذا، قالت لها لا 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 ما تقولي لناديه حتى شي حاجه، راه وشوفوا حسبنا الله ونعم الوكيل، والله الا لحمي تيبورش لحمي تيبورش، قالت لي راه الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاه والسلام وصانا بالكتمان والقضاء حوائجنا بالكتمان، ولا بغيتي ربي يكمل عليك خصك هاد الشيء تخليه مستور، حيت الا قالتوا لي انا ما غيكملش داك الشيء فعلا خلي داك الشيء مستور. يوم اللي هضر لك الواحد بقال الله وقال الرسول صافي كتقول هنا نبات، قلت لها ما تعلميش ناديه حتى ان شاء الله نعطيك الشيك وتمشي تشري وعاد عيطي لناديه تصور معك. فعلا هذا هو غسل الدماغ، هذا هو غسل الدماغ. مشات السيده ما علمتنيش ومشات وتسلفات الفلوس ومشات صفطاتهم، حتى رجعت لقاتها ما كتجاوبهاش في التليفون، عاد عاقت بحال دارت لها السماوي، عاد ولات ديك الساعه كتبان ليها ناديه،
اما قبل ما تمشي تصيفط يديها تقال وتهز لابيلو وتعيط لنادية تعلمها على الاقل. يا ريت اختي علمتيني، غير نقول لك عندك عاد عيطت ليا وعاد قالت ليا بغيت نتشاور معاك. ايوا قلت لها ما بقى ما تشاوري دابا معايا، تشاوري معايا قبل ما تمشي تصيفطيهم، هما ملي صيفطيهم ما بقات شورى. غنقول لك الله يخلف عليك والله ياخذ الحق. ولكن مشاهدي قناة شوف تيفي ما نسكتوش على هذا الشيء، اي واحد اتعرض للنصب يمشي يدير شكايه للنيابه العامه، يعطيهم رقم الهاتف، يعطيهم التوقيت فاش كيتواصلوا معاه، يعطيهم الا كاينين لي زوديو ولا لي ميساج في الواتساب، يعطيهم الاسم فاش حول الفلوس وفكاش. وديك الساعه النيابه العامه ملي غتعطيها هذا الشيء راه ماشي صعيب، وراه غير بالاسم غيجبدوه. انا ملي غادي نعطيك ناديه هيو، انا الاسم ديالي ناديه هيو، ما غتجبدنيش، غتجبدني وتجبد تجبد ليا مصارني اكيد الا كنتي من اصحاب الاختصاص من رجال الامن النيابه العامه، غتجي تهزني من فراشي. دابا انا الا حول ليا شي واحد الفلوس في الاسم ديالي وتبت بانني انا هي ديك النصابه، واش صعيب على النيابه العامه تجبدني؟ والله تيجيو يهزوني من فراشي. اذا اللي تنصب عليه يمشي يدير الشكايه ديالو، شكايه مستعجله، هذه راه ما فيهاش ننتظر ولا نتسنى، شكايه مستعجله مرفقه بالادله. ونتمناو كذلك حتى من النيابه العامه انها تحرك بسرعه في هذه المسائل هادو باش نقضيو على هاد النصاب، راهم كيجولوا ويديروا فينا ما بغاو. انا براسي كنحس بالشمته وكيتسناوني ندير مباشر ويجيو للحاله من مورايا، انا براسي ضروني وشمتوني. حسبنا الله ونعم الوكيل. حاله اخرى دابا عطيتكم وليد من بولانوار، داو ليه 5000 درهم واتصلوا به باسم انهم بصفه انهم كيتصلوا من العماله. الاخت ديال البارح اتصلوا بها انهم كيتصلوا بها من مراكش وبانهم غادي يعطيو لها الشيك باش تمشي تشري الدار، وخصها 15000 ريال باش ينقصوا عليها المصاريف، ما تجي ما حتى شي حاجه، والوراق والملف وكل شيء نوجدوه لك. واحد الاخت دوزناها في الفقيه بن صالح، كانت رباتها واحد السيده الله يوليها برحمه الله، الله يجدد عليها الرحمه في هذا النهار وعلى جميع موتى المسلمين. ملي ماتت هذيك السيده اللي مربياها خلاتها في الدار، جاوا الورثه بغاو يخرجوها ونكروها، صافي انت الله يعاوننا ويعاونك، وهذه صافي ما بقيتيش تبقاي في هذه الدار. هذيك السيده مطلقه وعندها بنيه كانت معرضه للتشرد تخرج، اكيد تعاطفوا معها المغاربه، صفطوا ليها اللي قسم الله باش انها تخرج تكري ولا المهم ما تبقى ما تشردش، نهار يجريو عليها. وفعلا تستحق المساعده الصراحه، حتى هي طاحوا عليها نصابه، داو ليها 5000 درهم ما كانش في خباري. هذا راه دوزها دابا تكون واحد الشهرين ولا 3 شهور، تقدر تكون واحد الشهرين ولا 3 شهور. حتى اليوم ملي كنمشي للفقيه بن صالح وكنتلاقى بالسيد اللي داني عندها، هو يقول لي عقلتي على السيده اللي ديتك في فلانه وفلانه وفلانه، قلت له ايه، قال لي راه شنو وقع ليها، راه داو ليها 5000 درهم، راه حتى صفطت لهم عاد عيطت ليا كتقولها ليا، وراه داو ليها 5000 درهم على اساس انهم غادي يشريو ليها الدار. قلت له علاش يا اخي ما علمتونيش؟ قال لي، قلت له درت الشكايه بعدا، قال لي لا خفت ما درتش الشكايه. اذا ها فين كنقول كتعاون بطريقه غير مباشره نصابه باش يزيدوا. ولكن يا اختي وكان درتي شكايه انتيا وتشدوا ما غاديش يجيو ينصبوا على هذا وهذاك وهذاك وهذاك. الله يرحم ليكم الوالدين، وعاو معانا ما تخسروا ليناش خاطرنا، ما تضربوا ليناش مجهوداتنا في الصفر. انا كنطلبوا لكم مساعده للمحسنين، وملي عاونك المحسن كيجي واحد كيديها لك بالبارد. فيقوا عيقوا قبل ما تمشي تصيفط لي، سير دير شكايه، سير مع داك النصاب قول له مرحبا، وسير عند السيد وكيل الملك ونسق معاهم وهما اللي غادي يديروا باش ملي يمشي يشد الفلوس يشدوه النصف في الوكاله. راه القانون واضح يا
وعيق الله يرضي عليكم. وهذا مباشر مهم، الله يرحم لكم الوالدين، طلعوا المشاهدة، بارطاجيوه، يوصل للناس بزاف باش تعم الفائدة. ندوزو مرة أخرى، عاود مرة أخرى في بني ملال. هذه ماشي أنا اللي دوزها، دوزها الزميل عثمان بمدينة بني ملال. هي حصلت على الرقم ديال الهاتف ديالي أنا، اتصلت بيا أختي نادية الله يجازيك بخير، الراجل ديالي راه هارب عليا هذه مدة، والدار هو اللي كارهها بالاسم ديالو، ودابا راه تحكم عليه بالإفراغ يعني. وأنا دابا اللي راني في الدار، وراه الناس دابا غادي يخرجونا، ما عنديش حتى باش نشري خبزة، عاد باش نخرج نكري. كنتمنى من خوتي المحسنين يتعاونوا معايا نخرج باش نكري، يعني بغات باش تخرج باش تكري، عندها الوليدات، الرجل هارب عليها، تحكم عليها بالإفراغ. المحسنين أكيد اللي كنقول لكم الله يثبت لكم الأجر، واللي كتحسوا بخوتكم عاونتوها. لا بالله، ملي اتصلت بيا قلت لها مرحبا اختي، ولكن ماشي انا اللي غادي نجي عندك لبني ملال، مادام كاين الزميل في مدينه بني ملال غادي نصيفط لك زميل عثمان غادي يجي لعندك. الله يجازيه بخير، مشى بالفعل، لان قلت له هذه حاله مستعجله عندها الافراغ، مشى ليها، دوز الحاله ديالها، دارت النداء، تعاطفوا معها الناس، صفطوا ليها اللي قسم الله، طاحوا عليها نصابه ثاني. راه قلت لكم هاد النصابه حاضرين قناه شوف تيفي، غير الحاله اللي دوزتها كيقولوا لا بسم الله. مشاو لعندها داو ليها 2000 درهم. شويه هي عاود كتصل بيا واحد الصباح تتقول لي اختي ناديه كي دايره بخير لاباس عليك. اختي ناديه راه من بعد ما درت النداء وجا الاخ عثمان وصور لي ودارت النداء وتعاطفوا معايا الناس وجاوني وحدين وطمعوني، قالوا لي دابا ما كيعيطوكش هما ملي بغاو يصيفطوا الفلوس. لا بحال راه غادي نمشيو نسكنوا معاهم في هذيك الدار اللي غيعطيوهم. والله يرحم ليكم الوالدين، غير تشاوروا، غير تشاوروا، غير نصحوكم، وغير نبهوكم، وغير قولوا لنا واش نديروا هذا الشيء ولا ما نديروش. وحتى الا كان بصح غير فرحونا معاكم، قولوا لنا الحمد لله حن علينا الله. كتبقاو ساكتين، كتقولوا صافي جاب الله الهمزه، نسكتوا نقضيو ونديروا، حتى كتضربوا عاد كتهزوا التليفون تعيطوا لينا، غير كتغيرونا حتى حنا. اتصلت اختي ناديه راه من بعد ما درت داك النداء راه اتصلوا بيا وحدين، وراه قالوا لي صيفطي، صيفط ليهم 40000 ريال، هي 2000 درهم، عندي الرقم ديال التليفون، عندي الاسم باش حولت الفلوس، عندي كلشي. قلت لها واش درتي الشكايه؟ قالت لي ايه، راه مشيت لعند البوليس وقالوا لي ديري شكايه للسيد وكيل الملك. قلت لها طبعا ديري الشكايه ديالك، رفقيها بدوك الرقم الهاتف ولي ميساج، الا عندك شي اوديو عطيه، اي حاجه عندك كتفيد داك الورقه باش تصيفطي فيها فاكاش وكلشي، هذا الشيء ادلي به. وعاود صيفط ليها الزميل عثمان بمراسل قناه شوف تيفي بمدينه بني ملال، وعاود مشى عندها وصور معاها للعبره، صور معاها غير باش ننبهوا الناس، باش ملي تشوف هذا اشنو وقع ليه تفيق انت. وهذا البرنامج باش نفيقوا جميع، باش نفيقوا جميع ونهزوا كفوفنا لله سبحانه وتعالى، ونقولوا لكل واحد كينصب على خوه المسلم وكيدي ليه رزقه، نقولوا له الله ياخذ فيك الحق، والله يطيحكم في الشبكه في القريب يا رب. وكنتمنى وكنوجه الرساله ديالي للنيابه العامه، يعني في كل المدن المغربيه، اي شكايه جات بهذا الخصوص هذا يسرعوا الاجراءات، تكون شكايه مستعجله، ويسرعوا الاجراءات باش نطيحوا هذه الشبكه هذه اللي راها كتخدم بكل راحه، يعني ما عندها حتى شي مشكل، كتنقل بحال النحله من حاله لحاله، ما كيشبعوش، يطيروا من هذا 15000 ريال، هذا 5000 درهم، هذا 2000 درهم، يعني وما خايفينش. يعني وهذه راه شبكه، لان الاسماء كثيره، اسماء كثيره كنلقاها دابا فاش كيعطيوني دوك الورقه باش صافطو، يعني فاش كنشوف الاسم الاسماء مختلفه، كل مره كيعطيو اسم فاش يتصافطو الفلوس. اذا الحاضر خوتي يعلم الغيب، شي حاجه عرفتها وشي حاجه دابا انا علمت بها، انا حيدتها على رقبتي، انا حاولت ننبه، انا حاولت نوصل هذا الميساج، حاولت نتشارك معاكم يعني التجربه ديال الناس اللي انا دوزت في المباشر، والتجربه ديال الناس اللي صحيح هذا الشيء وعندي ما يفيد،
عندي ارقام الهاتف ديال هاد الناس، وعندي الوراق باش صيفطوا في فواكاش، وعندي يعني ما يفيد، وبعض لي زوديو، وعندنا مثلا الحاله ديال البارح. سبحان الله سبحان الله، الحاله ديال البارح هذيك السيده اللي دات لها 15000 ريال، ملي صيفطات ليها الفلوس كتصل بها، صافي طافي التليفون، حتى بدينا المباشر سبحان الله وكتتصل. انا حسبني شي واحد من المحسنين بغى يتعاون مع السيده، قلت لها جاوبي جاوبي اختي، راه حنا حاطين نمرتك جاوبي. كتقول لي راه السيده نيت، قلت لها جاوبيها على المباشر. السيده ما عارفاش راسها كتهضر في المباشر، وهي تقول ليها راني صيفطت لك الكود. قالت لها شحال صيفطوا لي؟ كنقول لها انا شنو تقول؟ قالت لها شحال صيفطوا لي؟ قالت لها النص، يمكن صيفطوا لك النص. وصيفطت لها واحد الكود في البلاصه، حنا هزينا، قالت له هزينا حنا داك الكود، عطيته للاخوان اللي معايا، اتصلوا بالاخوان اللي كنعرفوا في وفاكاش، عطاوهم هذا الكود، قالوا لهم واش كاين؟ قالوا لهم ما كاينش. اشنو دارت لها هذيك؟ عطات لها هذاك باش من بعد ملي تمشي هي لوفاكاش غادي يقولوا لها ما كاينش، تعيط ليها ثاني تقول لها اه وقع شي مشكل، خاصك تصيفطي ثاني واحد المبلغ نحلوا المشكل، لانها يعني كوقع لواحد الناس اخرين، باش تعاودي تصيفطي دفعه ثانيه باش يتحل لك المشكل. هو راه ماشي غيتحل لك المشكل، غير باش تقول لك نوضي على سلامتك، راه ديت لك اكبر مبلغ ممكن. الله يجازيكم بخير، بارطاجيو المباشر والله تتدي فيه الاجر، الا بارطاجيتيه بنيه انك توصل باش تعمل فائده. بغينا تعمل فائده، ما بغيناش باقي تشمت شي واحد. انا غير كيتشمت شي واحد كيعيط لي بحال كيخشي فيا خنجر في الصدر ديالي، كنحس بالشمته، لان ملي غادي تدي لي انا، انا اللي كندخل لهذيك الحاله وكنشوف ما عندهم حتى عشاليله، ما فواحد الحاله يورث لها، وكيجيو ينصبوا عليهم، تيضرني خاطري بزاف، كيضرني كثر هو ملي كنشوفهم ما كيديروش الشكايات، ويضرني كثر هو الا درتي الشكايه وما تفعلاش معها النيابه العامه عاود هذيك حاجه اخرى. اذا علي نصبوا، خذوا راحتكم. الله يهدي ما خلق، الله ياخذ الحق في كل واحد كيبغي ياخذها بالبرد، حيت هادو بغاو ياخذوها بارده، وكما قلت لكم دايرين بحال النحله. من هنا من كيتسناو هذا المباشر، دير هذا المباشر وينقزوا لديك الحاله، عرفتي هادو بعدا كيعرفوا كيفاش يلعبوا بالدماغ ديال هاد الناس، كيمشيو كيقراو كيسمعوا لك داك المباشر، كيمشيو ويشوفوا اين زاويه باش يلعبوا على الدماغ ديال، ولكن الاغلبيه كيلعبوا لهم على الدار الدار الدار، لان اي واحد كيتمنى يكون عنده قبر الحياه اللي هو ولو بيت وكوزينه، ولو بيت وكوزينه، ويقولوا نتهنى من الكره وما نخلصش الكره، كما تنقولوا بعض المرات كاين واحد المثل تيقول لك طماع كيقضي عليه الكذاب، يعني تيجي داك الكذاب، انت كتكون طامع في ديك الدويره كيجي داك الكذاب كيكذب عليك، تتولي تسلف وتعطيه، يدير لك السماوية، حتى كتصيفط الفلوس عاد كتعيق براسك. اذا كنشكركم بزاف خوتي، ما قريتش التعاليق ديالكم، تنتوما مربطتوش بينا الاتصال رغم اننا خلينا رقم الهاتف، بغينا نتشاركوا معكم، اللي مر بشي تجربه يشاركها معنا باش تعمل فائده، ولكن تفاعلتوا معنا في التعاليق، ومازال كنتمنى انكم تزيدوا تفاعلوا معنا بالبارطاج باش يوصل لجميع الناس ويفيقوا ويعيقوا ونصحوا بعضياتنا، والحاضر يعلم الغيب. رمضان كريم مشاهدي قناه شوف تيفي، وكنعتذر للناس اللي ولفوا اننا تنديروا مباشر ديال برنامجنا دير الخير تلقاه، ولكن حتى هذا راه دير الخير تلقاه، حتى هذا خير، ما درتش هذاك البرنامج اليوم غير باش ندير هذا، مهم حتى هو باش تعمل فائده، حتى هذا راه مهم خوتي. شكرا لكم، شكرا للكلام الطيب اللي كتقولوا في حقي، كنشكركم وكنشكر كل متتبعي قناه شوف تيفي، الله يحفظكم لينا من كل اذى ومن كل شر، الله يبعد علينا هاد النصابه.
الله ياخذ فيهم الحق يا ربي. هاد الشبكه هذه اللي كما قلنا تجول في المغرب على راحتها، نتمنى ان شاء الله انهم يطيحوا، وكنتمنى اي واحد تعرض للنصب ما يكمدهاش القلب ويسكت كما تيقولوا لي شي وحدين. صافي كمدتها القلب وسكت، انت كمدتيها القلب وسكتي، ولكن راك ساهمتي باش انه يمشي يعاود ينصب على خوك المسلم، على خوك الضعيف. اذا الا سكتي راك مساهم. شكرا شكرا رضوان دخوش، ناديه هيو، حميد العقاوي من الطوب، من شفتي في الطوب، شكرا شكرا لك بزاف. فكنشكركم كاملين خوتي، شكرا لكاع الكلام الطيب اللي كتقولوا في حقي، شكرا لتشجيعاتكم لينا. كنتمنى ليكم كل خير، كل واحد اللي عنده شي امنيه الله يحققها ليه، اللي كيتمنى شي تكون عنده دار الله يحققها لك، الله يجيبها لك، الله يسهل عليكم. نتمنى انكم توعوا، ما نعطيوش فرصه مره اخرى للنصابه باش ينصبوا علينا، باش يضرونا في خاطرنا، باش يمرضونا، باش يطيحونا من المورال ديالنا، لان حنا كنبذلوا واحد المجهود. مثلا دابا اليوم انا من العشره ديال الصباح وانا في الفقيه بن صالح، يعني ضربه كيلومترات وضليت في الفقيه بن صالح والحراره، وباش توصل صوت المحتاج والمظلوم والمقهور عبر قناه شوف تي في. ومن بعد كيجي واحد كيخليك انت غير كتخرج من هذيك الدار درتي ديك الحاله، وتيجي وياخذ داك رقم الهاتف وينزل عليهم تياكل لهم دماغهم ويدي لهم اللي قسم الله، اللي عندهم واللي ما عندهمش، اللي عنده ياخذوا، اللي ما عندوش كيتسلفوها. هادشي تيبقى فينا الحال، كيضرب لينا كلشي حتى حنايا في الصفر، وحنا الفرحه ديالنا او سعادتنا تكمن في سعاده الاخرين. يعني السعاده ديالنا في سعاده هذاك الشخص. تصوروا معايا اخوتي ملي كندوزو شي حاله اجتماعيه، شي حاله انسانيه محتاج انه يتعالج. نعطيكم مثال، واحد السيد كنا، هذا غير مثال من بزاف ديال الحالات، واحد السيد غادي تكونوا شفتوا الحاله ديالهم، واحد العلاقه بينه وبين الزوجه ديالو رائعه رائعه بزاف، مرضي مع الزوجه ديالو، الزوجه ديالو مرضيه معاه، ومرضات بالسرطان وهزه تيدير لها كلمه القليل كما تنقولوا، هزه وباغي مسكين غير تعالج، خاصها هذيك الصدفه باش غادي دير تبدا الشيميو، يعني هذيك الصدفه خصو يديرها. قال لك سول خصو 140 الف ريال، 7000 درهم. درنا نداء، تعاونوا خوتنا المحسنين الله يجازيهم بألف خير. عيط ليه واحد المحسن قال ليه، والله الا كنعقل على هذا المحسن انا غادي نقول لكم، هذا المحسن كان بغى يعاون جمعيه رجاء الخير في القفات، وقال لها ان شاء الله راه غادي نعطيك شي حاجه باش ديري شي قفات. من بعد ملي اتصلت به قال ليها لا رجاء، راه شفت واحد الحاله دوزاتها ناديه، غادي نتعاون معاها، خليتاني تيجيب الله الرزق ونعاود نتعاون معاك في القفات. غادي قلنا له، قالت له اش من حاله، قال ليها هذاك السيد اللي دوزتنا ديال اللي مراته مريضه وخاصها دير ديك العمليه، دير ديك الصدفه باش دير الشيميو. قال اش دار، اتصل بهذاك السيد قال له واش عاونوك الناس، قال له انا شويه كل واحد فين كيصيفط لي شويه، قال له ملي تجمع شي بركه جيبها ليا انا نكمل لك. فعلا جمع داك السيد شي بركه اللي هي قليله، مشى لعند داك المحسن داها ليه، هذاك المحسن عمر ليه الشيك، عمر ليه الشيك، قال له يلا انا كملت لك، سير دير العمليه للزوجه ديالك. مشى، يعني حتى حنايا ربطنا الاتصال فين كان غادي يدير العمليه، كان غادي يديرها في مصحه مولاي يوسف، ربطنا الاتصال بالدكتور الياس دومه اللي معروف عليه الخير، اللي كنقولوا له دائما طبيب الفقراء. اتصلت به قلت له خويا الياس الله يجازيك بخير، معروف عليك الخير، هذه حاله اجتماعيه دوزها عبر قناه شوف تي في، المحسنين اللي تعاونوا فيها نقص شويه حتى يا، وعاون عاوننا حتى انت في هذيك الحاله، والله ما تاخرت هو والحمد لله تعاون وتدرت العمليه. مازال غادي نوافيكم كل جديد وغادي نرجع لهذيك الحاله. وتصوروا معايا ملي كنسمعوا واحد الحاله دوزناها وكاينه نتيجه زوينه، والله حتى كنفرحوا. ها فين قلت لكم سعادتنا تكمن في سعاده الاخرين، هذه هي الدنيا وما فيها. شتي ملي كندوز شي حاله ويعيط لك ويقول لك، كتكون دوزت وكيقول لك ما عنديش حتى ما نحط في الطبله، وعيط ويقول لك اختي ناديه الله يرحم لك الوالدين انت وكاع المحسنين، كليت وشربت انا ووليداتي، يا الله يا الله، عرفوا راني ما قداتني فرحه، راه ما شدانيش الارض ديك الساعه، راني كنطير قسما بالله، وكنهضر لكم من قلبي. كنمشي نصور شي حاله وكيجبد شي واحد يعطيني فلوس،
هاكي اختي غير فلوس المازوت، شد فلوسك عندك، واللي بغى يخسرني هو يقول لي نعطيك الفلوس. اللي بغى يخسرني ولا بغاني ما امشيش عنده هو يقول لي ندور معاك ولا نخلصك ولا نعطيك فلوس المازوت. الله يرحم ليكم الوالدين. كنجي عندكم بصفر درهم، صفر درهم، حاجة وحدة اللي ديروا، ردوا البال لراسكم وما تخليو حتى شي واحد ينصبكم ينصب عليكم، وديروا حاجة وحدة اللي كنطلب منكم. وكاع المتتبعين إلا كانت شي حالة اللي دوزتها غادي يقول لك قالتها فعلا، كنقول ليه الله يجازيك بخير، دوزنا الحالة ديالك، درنا السبب والكمال على الله، يا ربي اجعلنا سبب خير لك. حاجة وحدة اللي دير، إلا تفاجأت عليك هز التليفون وقول لي اختي نادية الحمد لله. مثلا كنتي مريض قولي الحمد لله لقيت باش نشري الدواء، الحمد لله لقيت باش نوكل ولادي، الحمد لله لقيت باش نكري، الحمد لله تخلص كرايه على حساب الحاله اللي انت عيطتي لنا ليها. هذاك هو الخلاص ديالي، ديرنا واحد الدعوه في ظهر الغيب. حتى حنا عندنا وليداتنا، حتى انا عندي واحد جوج البنات كنخليهم وكنمشي نخرج، عندي زوج وعندي جوج بنات انا مقصره في الحق ديالهم، ولكن كنشكرهم من هذا المنبر، كنشكر بناتي وتنشكر الزوج ديالي، لان حتى هما متعاونين معايا، حتى هما يعني موفرين لي باش نخرج انني نخدم ونعطيكم كل وقتي. راه ما كان جيت تقريبا تيبقى المغرب ربع ساعه، ولا بعض المرات كيود ليا في الطريق، وكنجي وكنلقاهم هما اللي موجدين ومقادين مع المهم بعض المساعدات. ما تضربوش لينا المجهود ديالنا في الصفر، الله يجازيكم بخير. راه خين جرتي ضربني في صدري ملي كتهز التليفون وتقول لي تنصب عليا، ضربتي ليا كلشي في الصفر، ديك المساعده كلها وشربها انت ووليداتك، خرج كري بيها حل بيها داك المشكل اللي درتي به النداء. اقولها واكررها، اي واحد كان محتاج اننا نمشيو لعندو وملي يهز التليفون يقول خصني نعيط لختي نادية تجي لعندي، عندك تفكر غتعطيني شي حاجة، اعطيني دعوة الخير وحضر عقلك باش ما ينصبوش عليك نصابة. وعطيونا كما قلت واحد الدعوة في ظهر الغيب، ربي يحفظ ليا بنياتي وكل ما عز عليا، ويخلي ليا الأم ديالي والأب ديالي والخوت وكل ما عزيز علينا، ويخليكم ليا تانتوما متتبعي قناة شوف تيفي اللي والله وربي شاهد عليا. راه تنقول لكم خوتي خواتاتي عائلتي التانية، تنحبكم كنحترمكم كنقدركم كنبغي ليكم كل خير وكنتمنى ليكم كل خير. والله وكنتاسف ملي كيصيبكم شي مكروه، وكنتاسف ملي كنجي وكنلقى شي حاله واصله فيها العظم. شكرا لكم، شكرا لدعواتكم اللي خطيكم علينا، راني كنقرا التعاليق غير انا كنهضر دابا اليوم، بحال هذا البرنامج هضره فيه غير انا، خليوني نفش قلبي، ضرني خاطري ملي كنشوف هذا النصب. ولكن راه كنقرا هاد التعليق ديالكم، قالت لي الاخت سعاد زوجك سعداتو فعلا حتى هو راه مساهم معايا في هاد الخير، الله يجازيه بخير والله يعاونو حتى هو في العمل ديالو يا رب. اميرتي اميرتي مساعدك، مساعدكم سندك في العمل ديالك، حيت في هذا الزمن والله حتى قلالو الرجال كنفرحوا فاش كنشوفوا باقيين ازواج بحال هكا في زمن كثر فيه الغدر. وادعيو معايا عندك نطلع ليه في الراس مشي تزوج عليا. نبقى ديما غايبه غايبه. دعيو 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 معايا يزيد يعني يعطيه ربي الصبر كثر ويعطيه يعني حتى هو صراحه ما غنكرش، عاد غير كنضحكوا صافي، ولكن ما نكرش والله حتى كيشجعني و تيقول لي زيدي اعطي الناس محتاجينك، سيري هنا جي هنا، يعني لقيت ما غنكرش والله ما نكر، لقيت تشجيعات انا من الوسط العائلي ديالي، لقيت تشجيعات الام ديالي كتشجعني، الاب ديالي، خواتاتي، خويا، المقربين ليا كاملين، كلشي تيشجعني، كلشي تيعطيني واحد الطاقه ايجابيه. اذا ما بقى لي خوتي الا نقول لكم رمضان كريم، أواشر مبروكة، الله يحفظكم ليا من كل أذى ومن كل شر. هادو عائلتي فعلا، وليداتي وراجلي وامي، وهادو حتى نتوما راكم عائلتي. ربما تنقضي معاكم
وقت اكثر ما كنقضيه في البيت ديالي. مثلا اليوم كما قلت لكم العشرة الصباح وانا في الفقيه بن صالح ما جيت حتى بقات ربع ساعه المغرب، فطرت تكيت واحد شي شويه وفقت عاود باش نتلاقى معاكم في برنامج. ناخذ اتصال. الو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. اختي ناديه، مرحبا بك خويا. انا من الخميس شعب بني شكدان. منين؟ من الخميس نواحي فقيه بن صالح، الخميس شعب بني شكدان. بني شكدال، مرحبا بك خويا. اليوم راه كنا في الفقيه بن صالح. احليا، سمعت واحد النداء ديالك لهذا. نعم خويا. سمعت واحد تطلبي وتغيرت. انا مجدو كنصب البقراج، كنتكعل الجاج. خويا خويا ارفع شويه الصوت ديالك باش نسمعوك مزيان، الله يحفظك. انا مجدو كنشرب البقراج، كنستفعل الزاج، وسمعت واحد النداء ديالك، واحد الطلب تطلبه. مرحبا، قول لي. العمل الصالح ديالك ديال الخير. نعم. هذوك البنيات ديالك والراجل ديالك الله يسعدك بهم. يا ربي امين. كي نادي الشريف العمل ديالك، الله انطلبوا الله وهذا الله المجدوبين والمركوبين وموالين النوبه اللي تيجروا حفياني. بغيت الله يجعل كوستك تلعب في الهواء وتروح ناجيه. يا ربي. انا تنتبع معك في الدريه ديال اللي ديتي من ولاد عجوز، نتبع معك في بزاف ديال المسائل، ولكن الغرض الله كنتحمس من الاسف ديالي. شيري على العمل ديالك راك ما تخافيش. شكرا لك بزاف بزاف، الله يسهل عليك. الله يجازيك والله يخليك والله يشتريك وليدة بنياتك ويشتريك مور الدار، وبغيناك تمشي في نجا وتجي في نجا. يا الله يحل عليك البيبان. يا رب. بين شاروتك يفتح ايمن ويسر. يا رب امين. نطلب الله والمجذوبين والمركوبين. سير اختي ناديه، الله يوقف علمك ويهدم ظلامك. يا ربي امين يا ربي. هذه غير ملي سمعت هذا النداء تغيرت وقلت والله تنعيط عليها. الله يرحم لك الوالدين. الله يرحم لك الوالدين. شوف هذوك الناس اللي تينصبوا الله يهديهم. امين امين. الله يهديهم. الله يهديهم. الله يهديهم. راه الانسان ملي الانسان تيتعشى واحد بالعشاء، انسان نعس في دارو هازو البرد واحد في الخلا، راه خاصنا نكونوا محبين مع الله. الا ما شتي ما تعاوني الانسان عاوني غير بالدعاء. نعم. الا ما شتي باش تعاوني الغرض الله عاون غير بالدعاء. بالدعاء وديك الكلمه الطيبه حتى هي راه صدقه تبارك الله. سير اختي ناديه، انا عاطيك طابع من بني عمير وبني شكدال. عمر الشوكه ما تقيسك، عمر البوله ما تشمتك، عمر الغيار ما يكون في عدك. أبغيت نهار الخير تكوني هيبة، نهار الزين تكوني حاضرة، الدريات بناتك الله يكمل لك المرغوب فيهم، الله يشترهم وتشتر النسل ما بين سنان. يا ربي امين، الله يرحم لك الوالدين، وشكرا بزاف على هاد الدعوات، والله اتلاجوا صدري. شوف سمعت منك واحد الكلمة غيرتني، كي بغيت نخوي قلبي. والله العظيم إلا بصح. قلبك عمر. بغيتك الليله بلا تعطي لها، كتوشري لي منو تغطي بلا يشرا، كتفاجئ لي في الدين. وني هانيه، انا عاطيك الطابع من بني شداد. الله يجزيك بخير. شكرا، ما نضيعش ديك الوقت. شكرا شكرا لك بزاف، الله يجزيك بخير، والله يرحم لك الوالدين. هاد المراه ديالي في محتاج شي دعوه اتصل بيا. الله يجزيك بخير. الله يجزيك بخير. حالي سعيد. الله يعاونكم شاهد عليك. الله يرحم لك الوالدين ولك بالمثل. شكرا شكرا لك، بارك الله فيك. الله سبحان الله، يعني والله هاد الدعوات هما اللي كنبغيو. هاد الدعوات كلهم طاقه ايجابيه بالنسبه ليا، سبحان الله. بحال ملي شي واحد كنقولوا باتري فيبل، بعض المرات كتقول راه صافي باتري فيبل. هاد الدعوات بحال شي شارجور بالنسبه ليا، بحال كنتشارجا وكنتشارجا بالطاقه الايجابيه. تنعاود نعس بخير وعلى خير، تنعاود نوض كنقول يلا خدمي من هذا لهذا، شدي الطريق، سيري عند هذا، وصلي النداء هذا، ديري مجهودك حتى ترجعي ثاني عاود للدار. كنشكرك سيدي بزاف بزاف، هاد السيد اللي اتصل بينا وعطانا هاد الدعوات، كنتمنوا حتى هو له بالمثل ولكل متتبعي قناه شوف تيفي.
يا ربي تكون ساعة استجابة. الله يحفظنا ويحفظكم من كل أذى ومن كل شر. كنشكركم بزاف بزاف. الحمد لله تكونت واحد العائلة اللي بيناتنا الحب متبادل والاحترام متبادل. لهلا يخطيكم علينا، الله يكبر بكم. بقى لي إلا نقول لكم ردوا بالكم، بارطاجيو هذا المباشر. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء. الحاضر يعلم الغايب. السلام عليكم.